بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أعزائي المشاهدين، أهل القرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة قرآنية جديدة نواصل فيها رحلتنا المباركة مع كتاب ربنا. نرحب بداية بشيخنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ خالد. وعليكم السلام أخي الكريم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهل القرآن، سنتدارس اليوم ونتعلم التلاوة الصحيحة للآيات المباركات من سورة الزخرف من الآية 71 إلى الآية 73. وبداية مدارسة هذه الآيات أن نتلقاها سماعا من فضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. بسم الله الرحمن الرحيم. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. هيا أعزائي المشاهدين، أهل القرآن، نفتح المصاحف ونتعلم أحكام التجويد من خلال الآيات المباركات. ومن القواعد التي درسناها في البرنامج مع حضراتكم أعزائي المشاهدين مراتب التفخيم. والسؤال المطروح اليوم على حضراتكم عبر البرنامج وعبر صفحة البرنامج وصفحة القناة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك حول هذه القاعدة. يقول الله تعالى في الآيات المباركات التي استمعنا إليها: يطاف عليهم بصحاف من ذهب. كلمة يطاف، حرف الطاء في هذه الكلمة في أي مرتبة من مراتب التفخيم الخمسة؟ الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة. ما شاء الله أكثر الإجابات، ما شاء الله إجابات صحيحة، ولكن للتأكد من صحة الإجابة ولمعرفة الإجابة بتفصيل بشيء من التفصيل هنذهب لفضيلة الشيخ خالد نجدد له التحية ونقول له تفضل. مشكورنا شيخنا، عايزين نتعرف على إجابة السؤال. جزاك الله خيرا. بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، الطاء في المرتبة الأولى اتفاقا، لأن علماء التجويد على كلام في هذا الأمر، ولكن الإجابة المختصرة هي في المرتبة الأولى اتفاقا. هذا بالنسبة للإجابة المختصرة. وجملة هذه الإجابة من قول مولانا ابن الجزري: وحرف الاستعلاء فخم واخصصا لاطباق أقوى نحو قال والعصا. بعد الإجابة المختصرة نستفتح مع الآيات الكريمة، ونستفتح بعد أن نستعيذ وبعد أن نبسمل، ولا ننسى أننا ما زلنا مع أصحاب الجنة والحق تبارك وتعالى يكرر للقارئ والمستمع ما فيها من نعيم للامتنان. هيا نرى ما معنا في آيات اليوم. الكلمة الأولى: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. الطاء من حروف الاستعلاء، حروف الاستعلاء سبعة: الخاء والصاد، الضاد،
الغين الطاء القاف آخرها الظاء. خص حرف الإطباق وهي حروف أربعة: الصاد والضاد والطاء والظاء بمزيد من التفخيم. فما معنى تفخيم؟ أي أن الحرف يكون سمينا. ولكن السؤال: كيف يكون الحرف سمينا؟ السؤال إجابته: كيف يخرج منك الحرف؟ ما جسم هذا الحرف حينما تنطق؟ هواء. فإن امتلأ الفم بهذا الهواء واستعلى اللسان أي ارتفع ثم التصق بالحنك الأعلى كان هذا الحرف مفخما. فانتبه، اسمع: يو يطا يطاف عليهم. جميل، إذن فهمنا باختصار معنى تفخيم. هيا نرى ذلك عمليا في آيات اليوم والكلمات والحروف، ولكن ليست متفرقة، فلا تأخذ الطاء وحدها أو الصاد وحدها، لا، تعلم مهارة النطق بالكلمة مع الكلمة مع مراعاة كل حرف ما له من تفخيم أو ترقيق. هيا مع الكلمة الأولى: يطاف عليهم بصحاف من ذهب. إذن كلمة يطاف الحرف الذي سيفخم معنا الطاء. جميل، واحدة: الألف التي بعد الطاء تابعة للطاء. إذن الطاء تفخم والألف بعدها مفخم، أما الياء والفاء فكلاهما مرقق. فلا يخفى عليك هذا عمليا. اسمع: يطا يطاف عليهم. هل معنا غنى؟ لا غنى، ولكن معنا مد أصلي. معنى كلمة عليهم هل هي من خص ضغط قذ؟ لا. عليهم بصحاف، الميم إن تسكن تجي قبل الهجاء ثم أتى بعدها باء، فانتبه. نعم، إنه إخفاء شفهي، والحمد لله رب العالمين. شكرا لك فضيلة الشيخ خالد. أعزائي المشاهدين أهل القرآن، سنخرج إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. أعزائي المشاهدين أهل القرآن، نجدد لكم التحية من روضاتنا القرآنية مع كلمات الله البينات في سورة الزخرف من الآية 71 إلى الآية 73. استمعنا إلى بعض شرح فضيلة الشيخ خالد وعرفنا الإجابة للسؤال اللي طرحناه على حضرتكم بالنسبة لمراتب التفخيم وكلمة يطاف والطاء ودرجة تفخيمها، وهنكمل مع فضيلة الشيخ خالد بقية الشرح. تفضل. مشكورا فضيلة الشيخ خالد. على نية الوصل نواصل بعد كلمة عليهم عند وصلها بكلمة صحاف. عليهم بصحاف من أحكام الميم الساكنة الإخفاء الشفهي ومعنا غنة، والثاني إدغام، لا إنها إخفاء، والثالث الإخفاء عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. لاحظ معي كلمة بصحاف. لاحظت أن الطاء في كلمة يطاف مفتوحة وبعدها ألف على ما قرره ابن الجزري من المرتبة الأولى من مراتب التفخيم. بصحاف، لماذا قسمنا الكلمة على هذه الحروف؟ حتى نسمع الباء وحدها والصاد وحدها والحاء والألف التي بعد الحاء ثم الفاء. تلاحظ أن الحروف ترقق عدا حرف الصاد. إذن الصاد مفخم؟ نعم. إنه مكسور؟ نعم. إذن الكسر أدنى مراتب التفخيم.
إذن أخذت المرتبة الأولى عمليا بمثال يطاف، وأخذت المرتبة الخامسة الأخيرة وهي المكسور بمثال بصحاف، فانتبه لذلك. ولاحظت الفارق بين ألف يطا وبين ألف بصحاف، إذن الألف يتبع ما قبله تماما. فإن كان ما قبل الألف مفخما فإنه يفخم، وإن كان ما قبله مرققا فإنه يرقق. هيا نكمل السير. بصحاف من، إدغام بغنة لوقوع الميم بعد التنوين ولا تنسى، والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان، قسم يدغم فيه بغنة بينمو، وهذا من عنوان الباب الذي أخذناه، ما هو؟ للنون إن تسكن وللتنوين. أحسنت. بصحاف من ذهب، نون ساكنة أتى بعدها ذال، هذا من أحكام النون الساكنة والتنوين، واسمه إخفاء حقيقي، جملته التي أخذناها والرابع الإخفاء، فانتبه. من ذهب وأكواب، واو جاءت بعد نون التنوين فالحكم إدغام بغنة وسبقت الجملة، فكرر معي حتى لا تنسى. من ذهب وأكواب، هل لاحظت معي في كلمة من وذهب وأكواب الحروف معي حتى الآن كلها ترقق عدا حرفين، الطاء في أعلى المراتب، وما هي المرتبة؟ المفتوح وبعده ألف، ثم الصاد في أدنى المراتب، وما هي أدناها؟ المكسور. أحسنت. وأكواب، تلاحظ معي الحروف كلها ترقق، ولاحظ أننا وقفنا فأصبح مدا عارضا للسكون وهو جائز، ولا يخفى عليك أن الباء سكنت لأجل الوقف، فمعنا فيها القلقلة عمليا هكذا، وأكواب. جميل. الجملة الثانية في الآية الأولى حينما تبتدئ ستقول وفيها، وتلاحظ أن الحروف معي حتى هذه اللحظة مرققة باستثناء ما ذكرنا في الجملة الأولى. وفيها، ماذا معنى هنا؟ المد الأصلي، أين الأول؟ الياء، الواقع عن الحرف بعد الفاء، والألف الواقع بعد الهاء. أحسنت. وفيها ما تشتهيه، ولاحظ أنني أردت الوقف هنا للتعليم أن في خاتمة الكلمة هاء تتعلق برسم المصاحف من ناحية، وليس هذا أوانه، وتتعلق بالرواية التي نقرأها الآن من ناحية ثانية، إذن فعلي أن أنتبه لهذه الكلمة في نطقها هكذا، ما تشتهيه ببيان الهاء رواية، هذا أولا، وبيان معنى المد الأصلي تشتهيه هكذا، ولكني سأصل، ما تشتهيه الأنفس، إذن الهاء تكسر، وبيان اللام القمرية وحكمها الإظهار للام الحالان، ومعنى الرابع الإخفاء من نون ساكنة أتى بعدها فاء، الأنفس وتلذ، الذال بإخراج طرف اللسان أولا، ثانيا هي مشددة فانتبه لنطق المشدد، وتلذ الأعين، الأعين هكذا بيان اللام. هل لاحظت في هذه الجملة في قوله وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين شيئا مفخما؟ ألا تلاحظ معي أن هذه الجمل تحفز على أن تهتم بما تقرأ من كتاب الله لتنال هذا الثواب؟ فهذه أولى الدرجات، فانتبه معي. الجملة الأخيرة في الآية الأولى اتفاقا، وأنتم فيها خالدون،
والرابع الإخفاء عند قوله وأنتم، ثم الإظهار الشفهي في قوله أنتم فيها، يعني إظهار الميم الساكنة أشد إظهارا لوقوع الفاء بعدها، وفيها مرت من ذي قبل بما فيها من مدود أصلية، ولكن كلمة خالدون ماذا ستلاحظ في هذه الكلمة؟ خا يطا، إنه نفس الحكم، إنها من حروف خص ضغط قذ، إذن الخاء معي في المرتبة الأولى لأنها مفتوحة وبعدها ألف، فانتبه هكذا خالدون على المشهور بغض النظر عما بين علماء التجويد من كلام ومقال ليس محله الآن. تلك هي الآية الأولى باختصار شديد. الآية الثانية انتبه معي، وتلك الجنة، احرص على بيان اللام المظهرة من كلمة الجنة، وتلك الجنة التي أورثتموها، المد المنفصل، ومعك ما يظهر من تقارب رواية في كلمة أورثتموها، بيان الثاء من التاء جليا مع عدم السرعة عند النطق، هكذا أورثتموها بما كنتم، الإخفاء الحقيقي، كنتم تعملون. انتبه لإظهار الميم وانتبه أنها تعملون، فلا تقرأ بالشبه فتقدم حرفا أو تؤخر آخر. وتلك آية باتفاق، الآية الأخيرة، لكم فيها فاكهة كثيرة، معنا حرف الراء يفخم رواية، فانتبه، كثيرة منها تأكلون، النون الساكنة أتى بعدها هاء إظهار حلقي، فانتبه، تأكلون، بيان الهمز محققا في هذه الرواية، والمد العارض للسكون. اختصار لكل ما سبق، أخذنا حروف التفخيم التي معنا وانتبه لها جيدا، الطاء المفتوحة وبعدها ألف يطاف، الثانية الصاد المكسورة في أدنى المراتب بصحاف، الخاء من المرتبة الأولى في كلمة خالدون، كثيرة الراء المفتوحة، فانتبه، وفق الله الجميع إلى تلاوة كتابه كما يحب ويرضى، اللهم آمين. شكرا جزيلا لحضرتك فضيلة الشيخ خالد. أعزائي المشاهدين أهل القرآن، هنبدأ مع حضرتكم في عرض التلاوة، وأرجو أن احنا نخفض من صوت التلفزيون وأن احنا نسمع فضيلة الشيخ من التليفون، وكمان يعني تكون القراءة قراءة تعليمية بهدوء. وهنبدأ مع إخوة كرام أظن أنهم أول مرة يتصلوا بينا، فأرجو أن احنا نسمع فضيلة الشيخ ونركز معاه عشان نتعلم ونعلم. هنبدأ بأم منار ومنار ومريم من الجيزة. أم منار سلام عليكم. أم منار، طيب للأسف الاتصال انقطع مع أم منار، أرجوكم وصلوا معنا مرة تانية. هنروح للحاجة زينب من الجيزة. حاجة زينب سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. صدق الله العظيم، ما شاء الله، جميل، تلاوة طيبة، أحسنت يا أم، الله يفتح عليك. شكرا جزيلا للحاجة زينب من الجيزة. ومن الجيزة هنسمع الحاجة أم كريم. اتفضلي يا أم كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم الله الرحمن الرحيم. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. كنتم تعملون. كنتم بقت نون مشددة، لكن هذه النون مخفاة. كنتم. حاضر. بما كنتم تعملون كده صح؟ معلش، حبة حبة إن شاء الله تيجي تظبط إن شاء الله. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. تفخم الراء. كثيرة منها. أيوة. منها تأكلون. جزاك الله كل خير. وأخلي بالي في الإخفاء يا حاج أم كريم إن اللسان يكون عائما في الوسط، لا يخرج من مخرج النون حينما تكون نون محققة أو نون بها غنة زي الجنة مثلا كده. لو اللسان ينطق عند الإخفاء مثل الجنة أو أن، يبقى ده مش إخفاء. لكن لو أن طرف اللسان لا يلتصق بمحل المخرج عند الإخفاء، يبقى كده سمعنا أو بدأنا على الطريق الصحيح لكيفية أداء الإخفاء الحقيقي. صح، هكذا كنتم، غير كنتم. فأخلي بالي، ربنا يبارك فيك حاجة أم كريم. شكرا جزيلا للحاجة أم كريم. وبنرحب بأم شريف من القاهرة. اتفضلي يا حاجة أم شريف. وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. الله يبارك فيك يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. كنت مشكور. لو طيب، ربنا يبارك فيك. بس لكن أي طعم. تفضلي. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. ما شاء الله، أحسنتي. شكرا جزيلا للحاجة أم شريف. وبنرحب بالحاجة كريمة من الدقهلية. اتفضلي يا حاجة كريمة. الحاجة كريمة. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. يا حاجة كريمة. أيوة. لو طيب ما شاء الله، بس في غنة عدت مننا نتدركها مع بعضنا كده. عليهم بصحاف. ربنا يبارك فيك، أحسنت. الإخفاء الميم والباء. أيوة تمام. الله يفتح عليك حاجة كريمة. شكرا جزيلا للحاجة كريمة من الدهلية. بارك الله فيك حاجة. معنا الأستاذة هدى من القاهرة. اتفضلي يا أستاذة هدى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يعزكم يا رب العالمين يا رب. وإياك يا فندم. الله يكرمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. خالدون
خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها. ممكن نصلح كده كلمة بعد إذنك؟ وتلك الجنة. وتلك الجنة التي. ماشي صح كده؟ لسه اللام ما بنتش، ينفع نبين اللام؟ وتلك اتفضل. وتلك الجنة التي أورثتموها أورثتموها بما كنتم تعملون أيوة. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وهدي مشكور، وانت مع بعضنا يا حاجة هدى، الله يفتح عليك. بشكرك يا أستاذة هدى وبشكر اجتهادك معانا، وما شاء الله باين عليك ما شاء الله بتتلقي بسرعة، وربنا يبارك فيك ودايما إن شاء الله تتحسني معانا. معانا أم سامح من بني سويف. حاجة أم سامح سلام عليكم يا أمي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ عماد. أهلا يا أمي، مرحبا بيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. كم مرة كده كلمة بصحاف؟ يطاف عليهم بصحاف بيصي مش بيصا بيصيحا بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. أبين الميم من الفاء، وأنتم فيها وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. ما شاء الله، تقدم كبير يا مسامح، الله يفتح عليك. شكرا جزيلا للحاج مسامح من بني سويف. أعزائي المشاهدين أهل القرآن، نسأل الله تعالى أن نكون وإياكم من أهل الجنة الذين يدخلون الجنة دون حساب أو سابقة عذاب. نستأذنكم في الخروج إلى فاصل قصير وسنواصل معكم إن شاء الله بعد قليل، فابقوا معنا. أعزائي المشاهدين أهل القرآن، نرحب بكم بعد هذا الفاصل القصير، وقد عدنا إليكم وما زلنا معكم في رحاب الآيات المباركات من الآية 71 للآية 73 من سورة الزخرف. نعرض التلاوة على فضيلة الشيخ خالد، فهنبدأ معاكم من القاهرة مع الأستاذة سهام. تفضلي يا أستاذة سهام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. كمان مرة كده كلمة كثيرة. كثيرة أيوة، بخلي بالك من الراء عشان أحيانا بتجيش منك مظبوطة شوية، إنما التلاوة في عمومها ممتازة، الله يفتح عليك سهام. شكرا جزيلا للأستاذ سهام من القاهرة. هنروح للغربية مع الحاجة حنان. حاجة حنان سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أمي، مشكورة. شكرا، العفو يكرمكم. العفو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون.
وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. مرة كده، لكم فيها، لكم في، لا لكم فيها، لكم فيها. أيوة تفضل. الميم بتاعت لكم ما فيش فيها غنة. لكم فيها، لكم فيها، كويس كده؟ لا حضرتك لكم فيها. آه الصح كده، لكم فيها، لكم فيها فاكهة كثيرة. فاكهة كثيرة. طب اسمعيني بس، فاكهة ك، فاكهة كثيرة، فاكهة كثيرة. أيوة كثيرة منها تأكلون. ما شاء الله، جهد مشكور يا حاجة حنان، ربنا يبارك فيك. شكرا للحاجة حنان من الغربية، موفقة يا أمي. هنروح للأستاذة منى من القاهرة، اتفضلي يا أستاذة منى. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. جهد مشكور يا حاجة منى، ما شاء الله، بارك فيك. شكرا جزيلا للاستاذه منى اللي قرات بهدوء، وما شاء الله فعلا يعني الاداء اداء تعليمي، بارك الله فيك يا استاذه منى. هنروح للحاجه عطيات من القرات، اتفضلي يا استاذه عطيات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يطاف عليهم بصحاف من ذهب. كمان مرة بالراحة يا حاج عطيات، كمان مرة. عليهم. حاضر. نعم. يطاف عليهم، الهاء مكسورة رواية. حاضر. يطاف عليهم بصحاف من ذهب، من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. ما شاء الله، طيب أحسنت، ربنا يبارك فيك. الله يفتح عليك يا حاجة عطيات. معانا الأستاذة زينب من القاهرة، اتفضلي يا أستاذة زينب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. ما شاء الله، طيب أحسنت، ربنا يبارك فيك.
شكرا جزيلا للأستاذة زينب من القاهرة. هنتحول للجيزة، هنبدأ بأم مصطفى من الجيزة. اتفضلي يا أم مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. كم مرة كده كلمة أورثتموها؟ بما كنتم تعملون. سمعاني يا أم مصطفى؟ أنا مستمع حضرتك. طيب، كلمة أورثتموها أسمحت لك مرة بعد إذنك؟ أورثتموها. المد الطبيعي وبين الثاء من التاء. أورثتموها. أورثتموها. أيوة. بما كنت. بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. ما شاء الله، تلو طيبة، جهد مشكور، ربي يبارك فيك. شكرا جزيلا لأم مصطفى من الجيزة. وبنروح للحاجة صبرة من الجيزة أيضا. اتفضلي يا حاجة صبرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه أنفسهم ولذة الأعين. بالراحة كده يا أمي. ما تشتهيه الأنفس. ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ممكن مع بعض بالراحة كده. وتلك الجنة. وتلك الجنة. لا، بين اللام. وتلك الجنة. وتلك الجنة التي أورث أورثتموها. التي أورثتموها. أوري. أورثتموها. أيوة كده، نكمل. بما كنتم. بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. ما شاء الله، تقدم كبير يا حاجة صبر، الله يفتح عليك. شكرا للحاجة صبرا من الجيزة. التلاوة التالية أعزائي المشاهدين من الأستاذة هدى من القاهرة. اتفضلي يا أستاذة هدى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وطاف عليهم بسحف طيب. من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهي الأنفس. يا أستاذة هدى. نعم. استاذنك تقراي ورايا؟ ماشي. جميل. كتر الف خيرك. ربنا يبارك فيك يا فندم. الله يخليك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يطاف عليهم. يطاف عليهم. عليهم بصحاف. عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. من ذهب وأكواب. وفيها. وفيها ما تشتهيه الأنفس. ما تشتهيه الأنفس. وتلذ الأعين. وتلذ الأعين. وأنتم فيها خالدون.
وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة. وتلك الجنة التي التي أورثتموها أورثتموها بما كنتم بما كنتم تعملون تعملون لكم فيها لكم فيها فاكهة كثيرة فاكهة كثيرة منها تأكلون منها تأكلون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أحسنت ربي يبارك فيك. العفو يا فندم، ربي يبارك فيك، جزاك الله كل خير. شكرا جزيلا للأستاذة هدى. وعلى هذا النسق أستاذة هدى سيري معانا وإن شاء الله هنتقدم خطوة بخطوة إن شاء الله. معانا أم أحمد من القرية، اتفضلي يا أم أحمد. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيكم يا رب. الله يبارك فيك يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. ما شاء الله يا أم أحمد، ممتاز ممتاز ممتاز، الله يفتح عليك. باين أنك ذكرت كويس جدا وتعلمت مما سبق من الحاجة هدى، وما شاء الله ماشية وعلى هذا النسق سيري، وإن شاء الله بإذن الله سويا الجميع في الطريق، سواء كان من يعلم أو يتعلم، الكل ما زال في الطريق. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. أحسنت يا أم أحمد، تحياتي لك يا أم أحمد. هنروح لأم أسماء من القرى، تفضلي يا أم أسماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يطاف عليهم بصحف من ذهب وأكواب بصحاف من ذهب وأكواب. طيب ده كده رقم واحد. رقم اتنين بقى، دي صاد مش سين. بصحاف. معلش مع نفسك كده، نضرب على الصاد المكسورة. بصحاف. معلش يا حاجة أم أسماء كملي. من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. الميم في أنتم ما فيش فيها غنة، وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة. أيوة الجنة. أهي النون دي بقى فيها غنة واضحة جامدة كده. الجنة التي أورثتموها. التي أورثتموها. لا أنا ما سمعتش حضرتك، أسمعها تاني. أورثتموها. أيوة. بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. جهد مشكور يا أم أسماء، ما شاء الله جميل. شكرا جزيلا لأم أسماء، شكرا لكم جميعا أعزائي المشاهدين. بعد أن عشنا في رحاب الآيات من الآية 71 إلى الآية 73، غدا بمشيئة الله نكمل المسيرة والرحلة مع كتاب ربنا من الآيات من الآية 74 للآية 77. بتقدم بخالص الشكر لشيخنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف، جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ خالد. أعزائي المشاهدين أهل القرآن، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. إلى لقاء الغد، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.